والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يا أصدقائي في هذا الفيديو سوف أريكم يا أسطورة الأساطير كيف تشحنوا جواير فري فاير مجانا. ويا أسطورة الأساطير سوف نقوم بالاختيار من الكومنتات 10 أشخاص وسوف نرسل لهم 100 جوارة. يا أسطورة الأساطير لو أردت الدخول معنا في هذه المسابقة فجر معك لايك، اشترك معنا في القناة، نزل الاي دي الخاص بك في الكومنتر. وأيضا يا أسطورة الأساطير أتمنى من كل أعمى قلبي تقوم بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك ومشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية. وكما قلنا يا أسطورة الأساطير سوف نقوم بالاختيار من الكومنتات 10 أشخاص وسوف نرسل لهم 100 جوارة لكل شخص. واتمنى يا اصدقائي في هذه الايام يصعد التفاعل لكي نقوم بعمل مسابقات ونقوم بارسال لاكثر من 10 اشخاص يا اصدقائي. وفي هذا الفيديو يا اسطوره الاساطير كما قلت لكم سوف نتكلم معكم على الشحن جوار فري فاير، وسوف نشاهد يا اصدقائي ايضا بعض الاحداث الجديده وبعض الاشياء الرائعه جدا جدا على ما اعتقد يا اصدقائي سوف يكون تلك الاشياء عما قارب اصدقائي المتوفره لدينا هنا. ويا اصدقائي اشياء قويه جدا جدا وما بعرف والله سوف اتكلم معكم في شيء مهم يا اصدقائي هذا الشهر يا اصدقائي. والله ما لعبت ولا جيم، ليس لدي وقت يا اصدقائي، 3 فيديوهات يا اصدقائي كما تعرفون، والله ما تبقى لي وقت لكي العب لكي اصدق، والله ما تبقى لي وقت. وكما تعرفون يا اصدقائي في هذه الايام الاخيره شاهدت عديد من الاشخاص، عديد من اليوتيوبرز، عديد من الاشخاص يا اصدقائي يقومون بالدخول في هذه اللعبه، ما بعرف لماذا يا اسطوره. وانا في هذه الايام يا اسطوره شاهدت بعض الاشخاص كل يوم، هذه الايام الاتيه اللي دازت يا اصدقائي كانوا بعض الاشخاص نعرفوهم ايام جامان كما تعرفوا، والله يا اصدقائي ايام جامان كما تعرفوا. وفي هذه الايام الاخيره ايضا يا اصدقائي عبان اشخاص اخرين، اشخاص جديدين يقومون بتجربه حظهم. ولكن يا اصدقائي انا والله سوف ابقى اتجنب تلك الاشخاص، ما بعرف لماذا، لان يا اصدقائي تلك الاشخاص والله لو كانوا من الاول من كما تعرفوا والله خلي تلك الجمرقات يا اصدقائي، والله ما بعرف سوف نبقى نتجنب تلك الاشياء يا اصدقائي فقط لكي نقطع ياسهم لكي لم يقوي يعني كما تعرفون يا اصدقائي. ويا اساطير ايوه كما قلت لكم في ايام هذه سوف نبقى نبلش معكم في هذا العالم. وكما تعرفون يا اصدقائي والله العظيم يا اصدقائي لو كانوا تلك والله ما بعرف لماذا، والله خلي هذه الاشياء سوف نتكلم فيها يوم من الايام، خلي هذه الاشياء راقده يا اصدقائي وسوف نتكلم معكم فيها يوم من الايام يا اصدقائي. اما هذا الفيديو يا اصدقائي متخصص لشحن جوار فري فاير ولتسريبات ولبعض الاشياء. وكما تعرفون يا اساطير سوف نقوم بشحن جوار فري فاير لعشر اشخاص، واتمنى من كل اعمى قلبي يا اساطير تدعموا هذا المقطع وتدعموا هذه القناه لكي يا اصدقائي تشجعوا هذا الشخص الذي يتكلم معكم الان. وكما تعرفون يا اصدقائي يوجد 2 اسلحه قويه، كما تعرف هذا السلاح قوي يا اصدقائي، ويوجد هذا السلاح ايضا قوي كما تعرف، وهذه من الاسلحه يا اصدقائي كما تعرفون سوف يكون متوفرا مجانا. هذا السلاح يسوى 400 واو والله شيء اسطوري، ما بعرف لماذا 400 وهذا 200، انا لم الاحظ تلك السعر يا اصدقائي، والله لاحظت السعر ادهشني، والله ادهشني 400 والله قوي قوي. عندما يا اصدقائي تشوف اي شيء سعره غالي اعرفوا بانه قوي، لو شاهدت اي شيء غالي اعرفوا بانه قوي قوي، والله قوي والله قوي يا اصدقائي. وسوف يا اصدقائي نشوف هذا التخفيض، قال لك يوصل الى 9 جواهر كما تعرف، يمكنك لو كان حظي حنفشاري سوف يقوم باعطاء عديد من الاشياء ب9 جواهر. واو والله لو كان لديك 9 جواهر سوف تشتري مثلا كل شيء ب9 جواهر، واو كتسمى شي حاجه لا يعقلها. وكما تشاهدون يا اصدقائي لدينا هذا المتجر كما تعرفون، متجر يوجد فيه تخفيض 70% 60% 75 80 90 65 كما تعرف 85. ويا اسطوره سوف اقرب سوف نشاهد مع بعضنا البعض كما تعرفون، والله قوي 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 هذا والله قوي كما تعرفون يا اصدقائي، السكين قوي ولا لماذا يا اصدقائي لم يعملوا، والله كفو كفو والله قوي يا اصدقائي سكين قوي. انا اعرف بان يا اصدقائي لو قاموا بتنزيل هذا السكين سوف على ما اعتقد سوف نحرق والله يا بنات، والله يا بنات وانا لن انساكم يا بنات. والله يا اسطوره كما تشاهد يوجد لدينا هذا الشيء، والله قوي والله قوية والله قوي. سوف نقوم بتحديث واو واو ودي والله اشياء خنفشري يا اصدقائي، هل شاهدتم يقوم بالتحديث في كل مره ب10 جواهر
وهل جاتهم تلك الصندوق؟ والله يا جميل كفو 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 ابلع. والله اعطوني 90%، والله حصلت على 90% يا اصدقائي. كما تعرف يا اسطورة، عندما تقوم بالحصول على 90% سوف يكون لديك تخفيض. اتمنى يا اصدقائي، والله اتمنى يا اصدقائي يقول هذا السعر عما قريب لدينا متوفر هنا وبيني وبينك، والله اتمنى يكون متوفر. تسريب قوي يا اسطورة كما تشاهد، ويوجد يا اسطورة لدينا اغلى شيء، والله يا اسطورة شيء قوي قوي، هذا الشيء قوي اصدقائي. وكما تعرفون يا اصدقائي هذا السكين، والله سكين جميل، كما تعرف سكين هندي على ما اعتقد، والله حطه هندية كما تعرفون يا اصدقائي على ما اعتقد. يوجد هذا السكين يا اصدقائي مجانا، والله شيء خوف شري، ويوجد مجانا كما تعرفون يا اصدقائي. كان هذا السكين في مقر التخفيضات، جاز لدينا في مقر التخفيضات. هل تعلم، هل تتذكر تلك الايام؟ والله ايام جميله، والله ما بعرف ليش. كما تعرف يا اسطورة يوجد هذا السكين بالمجان وبجولد، يمكنك ان تقوم باللف عليه بجولد ويمكنك الحصول عليه مجانا. والله يا شيخ خوف شري، ما بعرف لماذا لم ينزلوا هذا الشيء لدينا، والله لو كانوا نزلوا سوف تكون اجمل باجمل باجمل باجمل. ويا اصدقائي كما قلت لكم في اول المقطع سوف اوريكم يا جماعة الخير، والله سوف اوريكم كيف تشحنوا قواير فري فاير مجانا. ويا اسطورة الاساطير كما قلت لك، لو اردت الدخول معنا في هذه المسابقة على 1000 قوارة، ولو اردت يا اسطورة تكون واحد من تلك الاشخاص الذي سوف نقوم بالاختيار من الكومنتيرات وسوف نشحن لهم 100 قوارة، يا اسطورة كما قلت لك فجر لايك، نزل الاي دي الخاص بك في الكومنتير، اشترك معنا في القناة، شارك هذا المقطع مع 3 اصدقائك. وكما قلنا يا اساطير سوف نقوم بشحن 10 اشخاص من الكومنتيرات 100 قوارة، ولو قامت في هذه الايام، والله يا اصدقائي ولو قامت في هذه الايام يا اصدقائي ايضا يا معلم، والله سوف نبلج، والله يا اصدقائي سوف اي شخص يا اصدقائي يحتاج قوائر ينزل الى الكومنتير ويقول لي كم يحتاج من القوائر، والله يا اسطورة سوف نورع جميع الاشخاص الذي معنا في هذه العالم العجيب. وشكرا يا اصدقائي لجميع الاشخاص الذي يدعمونا كل يوم، شكرا لكم يا اصدقائي جزيل الشكر، شكرا لجميع المشاهدين، والله شكرا لكم يا اصدقائي. وكما قلت لكم يا اصدقائي سوف اريكم يا والله يا هذا الشيء الذي سوف نتكلم معكم في هذا المقطع عليه يا اصدقائي، شيء رائع وقوي جدا. هل تعلم بان يا اسطوره يوجد عدد من الاشخاص يستعملون تطبيق واحد ويشحنون قوائر كل يوم من تلك التطبيق؟ انا اعرف بان يا اسطوره لو ركزت على تلك التطبيق وقمت يا اسطوره انت بنفسك وقمت بعمل عليه سوف تحصل على قوائر. انا يا اسطوره ليس لدي كما تعلم والله لا قويه في اليوم يا اسطوره، والله لا القى وقت لحك في راك يا اسطوره. انا اعرف بان يا اسطوره لو كان لدي والله سوف اقرب معاكم، ولكن يا اسطوره سوف اريك كيف تقوم انت بنفسك يا اسطوره تحصل على تلك الاشياء. انا انصحك يا اسطوره بابقالو يا اسطوره، والله تلك التطبيق زبده زبده زبده. هل تعلم بالزبده؟ والله زبده. انا اعرف بان تلك التطبيق زبيده كما تعرف، وهي اسطوره ابغالوري كما قلت لك يشحنوا عديد من الاشخاص قوائر من تلك التطبيق. وهي اسطوره لو انت كنت لن تعلم كيف تعملها، ولو كنت تفكر انا ليس لدي هاتف الهواوي كيف اعملها، انا لدي سامسونج وليس كيف اعملها، يا صديقي لا تاخذ الهم، لا تاخذ مشكل لهذا الشيء، لا تأخذ مشكل لهذا الشيء يا صديقي، لأن يا صديقي هذا المشكل بسيط. تلك التطبيق ديال بغالورياز، أيوة يا معلم، كما تعرف يشتغل في جميع الهواتف، يستغل في جميع الهواتف. انت يا صديقي لو كان هاتف اي هاتف اندرويد، ايوه يا معلم معايا في الخط اندرويد هاتفك، لو كان هاتفك اندرويد يا اسطوره قم بتحميل اب جالوري وقم بتحميل الاشياء من داخل تلك التطبيق، من داخل يا اسطوره. لو كان لديك كما قلت لك، لو كان لديك لعبه فري فاير قمت بتحميلها من بلاي ستور يا اسطوره، عندما تقوم بالدخول الى الشحن ماذا سوف يعطيك؟ سوف يقوم باعطاك شيء، سوف يقوم باعطاك كارت جوجل بلاي ورصيد باي بال وعديد 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 متجر بلاي ستور. ولو قمت بتحميل فري فاير يا اسطوره من اب جالوري عندما تقوم بالشحن لا يعطيك بلاي ستور، سوف يقوم بارجاعك لاب جالوري. وعندما سوف تقوم بالدخول لتلك التطبيق ماذا سوف تفعل؟ سوف تلقى عديد من العروض. لا تلقى تلك العروض التي تلقاها في بلاي ستور، نو يا اسطوره،
تلك الشيء بوحده وتلك الشيء يشبه لنفسه. قام تعرف والله يا أصدقاء، والله ما بعرف لماذا من أين أدي بهذه الكلمات. والله يا أصدقاء كما تعرفون، والله يا أصدقاء تلك الشيء الذي يشبه لنفسه، والله أسطورية، والله ما بعرف لماذا، والله ما بعرف لماذا. كما قلت لكم يا أصدقاء، عندما تقوم بالدخول إلى بلاي ستور عادية، عندما تقوم بالشحن سوف يحولك ديركتومو إلى تلك البلاي، إلى تطبيق أب غالوري. وعندما يا أسطورة سوف تدخل تلك الشيك سوف تلقى كما قلت لك عديد من المميزات التي سوف يمكنك من شح قوارم مجانا. يوجد بنك صيني، يمكنك أن تقوم بعمل بنك صيني أيضا. عديد من الأشخاص يسحرون بتلك الطرق. ويوجد يا أصدقائي أيضا سوف نتكلم معكم عن مقارب، عن طريقة جديدة جديدة جديدة، ومئة في المئة سوف أيضا تشحن قوائر. ولا سوف أؤكد لكم يا أصدقائي في تلك الفيديو، سوف أؤكد لكم بالدليل يا أصدقائي. أيضا لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لكي يصلكم تلك الأشعارات. وكما قلنا يا أصدقائي 10 أشخاص، وشكرا يا أصدقائي. والله ما بعرف إزاي أريد لكم الجميل الخاص بكم الذي عملته معنا في هذه الأيام الأخيرة، والله ما بعرف يا أصدقائي. وإن شاء الله يا أصدقائي سوف أبقى أشحن لأي شخص ليحتاج قواير، ليس لديه قواير، ليس عمر أول مرة يشحن قواير، قم بتنزيل الأيدي الخاص بك يا أسطورة. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.